وللمزيد حول زيارة المفوض الأممي لحقوق الإنسان والملفات التي سيفتحها أثناء الزيارة وما يمكن أن تسفر عنه تلك الزيارة، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج. حياكم الله أستاذ ناجي. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ ناجي. بداية، ما هي الأهمية التي تمثلها زيارة المفوض الأممي لحقوق الإنسان للعراق بحسب تقديرك؟ المعروف أن المفوض السامي لحقوق الإنسان هو أعلى مسؤول عن حقوق الإنسان ضمن المنظومة الدولية، وهو المعني في أن ينبه العالم إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في أي مكان بالعالم. زيارة لأي دولة معناه أن هنالك وضع خطير لحقوق الإنسان في ذلك البلد، وهو لا يقوم بزيارات سياحية ولا زيارات مجاملة ولا إلا إذا كان زيارة لحضور مؤتمر أو غير ذلك، لكن عندما يقوم بزيارة خاصة لبلد محدد مثل العراق يعني، فهذا يعني أن المفوض السامي يريد أن ينبه العالم إلى خطورة الوضع في هذا البلد. فالزيارة بحد ذاتها هي هذا المؤشر، تكمن أهميتها في أنها مؤشر على خطورة هذا الوضع، و ثم بالتأكيد سيتبع الزيارة، سيتبع الإجراءات، هنالك تقارير سترفع، هنالك مناقشات سيجريها المفوض السامي عندما يعود إلى جنيف، هنالك عمل مع آليات حقوق الإنسان القائمة في جنيف، وهنالك أيضا مجلس حقوق الإنسان. في الدورات القادمة نحن نتوقع أن المفوض السامي لحقوق الإنسان سيشير إلى ما لمسه في زيارته، وبنفس الوقت تتوقع أنه سيدفع بمكاتبه وبالآليات الموجودة لمتابعة قضايا حقوق الإنسان في العالم إلى البحث الجدي والعمل الجدي فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان في العراق، خاصة أن العراق يشهد انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق على كل الصعد فيما يتعلق بحقوق الإنسان. يعني هل تعتقد أن لهذا المفوض الأممي يعني القدرة على الوصول إلى رؤية ما يجري على أرض الواقع بالنسبة للإنسان العراقي على أرض الواقع بعيدا عن ممارسات الحكومة ولربما تعيق وصوله إلى بعض المناطق؟ المفوض السامي هو ليس شخص بمعزل عن المؤسسات الكثيرة الموجودة. المفوض السامي هو على رأس جملة مؤسسات تعني بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، وله في العراق مكتب يعني تابع إلى يونامي، ضمن يونامي هنالك مكتب تابع إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان يتابع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، إضافة إلى مثل ما ذكرنا الأجهزة والفئات الأخرى الموجودة في الأمم المتحدة في جنيف المعنية بحقوق الإنسان، والتي أيضا ترفع تقاريرها وترفع ما يصلها من وثائق ومن تقارير موثقة من المنظمات غير الحكومية التي تعني بملف حقوق الإنسان في العراق. فبالتالي كل هذا سنأمل أن يؤدي إلى أن يخرج المفوض السامي لحقوق الإنسان بحصيلة واضحة عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق. نعم، في أكثر من مراجعة لحالة حقوق الإنسان بالعراق أمام مجلس حقوق الإنسان، تعهدت كما تعلم الحكومة بتنفيذ توصيات اللجان الدولية، ولكن أين ذلك التنفيذ للتعهدات على أرض الواقع وما الذي أعاق الإيفاء بها؟ حقيقة هنالك يعني عدم رضا من معظم اللجان العاملة في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، سواء تلك المنضوية تحت لجان المعاهدات أو الهيئات الأخرى، من عدم تنفيذ العراق لمعظم الوعود التي قطعها على نفسه منذ سنوات طويلة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. فلطالما تعهد العراق بتنفيذ التوصيات الكثيرة جدا التي قدمت إليه من لجان مكافحة التعذيب ولجان مكافحة الاختفاء القسري
والمعنية بالاعتقالات التعسفية، وكذلك التوصيات الكثيرة التي قدمت فيما يتعلق بالقضاء العراقي وبالإجراءات، إجراءات المحاكمات، وكيف أنها محاكمات غير عادلة. هنالك أكثر من توصية وأكثر من طلب إلى السلطات العراقية بأن يجري إعادة النظر حتى في بعض بنود قانون الإجراءات الجزائية العراقية. هنالك طلب بإلغاء قانون الإرهاب واستبداله بقانون آخر، لأنه هذا القانون بحد ذاته يؤدي إلى حصول الكثير من الانتهاكات. للأسف لم نلمس، وكما لم تلمس هذه اللجان بشكل واضح في تقاريرها الأخيرة التي صدرت في عام 2023 و23، أي تطور في هذا الجانب وأي التزام من العراق بتنفيذ هذه التعهدات. وربما الزيارة هي أيضا هذا سبب من أسباب أن يقوم البوض سامي حقوق الإنسان بزيارته الحالية إلى العراق. هل يمكن الحصول على ضمانات من الحكومة العراقية من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في العراق، لكي لا يعني تذهب هذه التعهدات كما سابقاتها؟ سابقا قدمت الحكومة ضمانات، يعني بما فيها في عام 2017 تقدمت بما يسمى التعهدات الطوعية، بيان مفصل فيه تعهدات كثيرة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في العراق وغير ذلك في إجاباتها على بعض لجان الأمم المتحدة فيما بعد ذلك التاريخ. لكن للأسف لا يوجد ما يضمن أن تقوم السلطات بتنفيذ هذه التعهدات. هذا هو لب المشكلة وسبب أساسي لمناقشات ولانتقادات كثيرة توجه على هذا الصعيد. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج، شكرا جزيلا لك.